ما زالت ميليشيا النظام تقوم بقصف مناطق الغوطة الشرقية وترتكب المجازر داخل الأحياء السكنية. الطيران الروسي وطيران ميليشيا النظام ما زال يقصف أحياء الغوطة الشرقية، مدنها وبلداتها حتى هذه اللحظة، منذ حوالي 15 يوم حتى هذه اللحظة قصفت مدن وبلدات الغوطة الشرقية بأكثر من 500 غارة جوية. حتى هذه اللحظة طائرات النظام، طائرات ميليشيا النظام وطيران الاحتلال الروسي ما زال يحلق فوق سماء الغوطة الشرقية ويشن أعنف الغارات كما تشاهدون خلفي بالصور تماما. عشرات الغارات الجوية التي تستهدف مدن وبلدات الغوطة الشرقية منذ أكثر من أسبوعين تقريبا، وميليشيا النظام تقوم بقصف أحياء السكنية داخل مدن وبلدات الريف الدمشقي، حموريا، مسرابة، دوما، سقبة، وهنا في مديرة أكثر من 400 غارة جوية ينفذها طيران الاحتلال الروسي طبعا على مدن وبلدات الغوطة الشرقية ويرتكب بها أفظع المجازر كما حصل في مدينة حموريا التي سقط فيها مؤخرا 25 شهيد وعشرات الجرحى، هم ما زالوا تحت الأنقاض حتى هذه اللحظة. طبعا الطيران الروسي ما زال يقصف مدن وبلدات الريف الدمشقي بعشرات الغارات الجوية، طيران الاستطلاع، صواريخ الفيل، في ظل أعنف الاشتباكات التي تشهدها إدارة المركبات. طبعا ميليشيا النظام فشلت بفك حصارها عن قواتها المحاصرين داخل إدارة المركبات وبدأت بالانتقام من المدنيين القاطنين داخل مدن وبلدات الريف الدمشقي. لأورينت نيوز هادي المنجد، غوطة دمشق.